مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم النهارده معانا وحلقه جديده من حلقات برنامجنا، برنامج شباب على الهواء. النهارده في شباب على الهواء الحقيقه يعني هنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي مش بس بتمس الشباب، لا ده هي حياه الشباب. والحقيقه مش حياه الشباب وبس، يعني حياه يعني فئات كتيرة جدا وفئات عمرية مختلفة، وهي الحياة واتخاذ القرارات. ده موضوع حلقتنا النهاردة واللي هنتكلم فيه، وهو اتخاذ القرارات وازاي الانسان يقدر ان هو يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. امتى احس ان القرار اللي انا لازم اخده ده مناسب لحياتي ومناسب لشغلي ومناسب لحياتي الشخصية؟ لان الحقيقة حياتنا الشخصية بيبقى فيها يعني مواقف كتيرة جدا يجب فيها ان احنا نتخذ قرار، يعني قرار اتجوز مين، اشتغل ايه، مين يبقى صديقي، مين ابتعد عنه، انفصل امتى، اطلع مين من حياتي، اقصيه، اردمه، ابعده عن كل حاجة ممكن تبقى بتمس حياتي من قريب او من بعيد. كل دي قرارات، والقرار لما بيبقى في حاجة كويسة بيبقى اتخاذ القرار صعب حقيقة. أما لما بتبقى في حاجة وحشة زي إقصاء شخص ما من حياتك فبيبقى قرار سهل قوي. مش علشان الإنسان محب للتخلي، ولكن علشان الإنسان أكيد بيكون شاف موقف واثنين وثلاثة وادى فرصة واثنين وثلاثة واللي قدامه استنفذ فرصه، حطها بين قوسين، استنفذ فرصه، ما بقاش في اي فرص تاني لان الانسان يبقى عنده مجال في انه يغير قراره ويرجع في قراره. في قرارات بتبقى زي ما بيقولك كده قرار مصيري، قرار يعني مش جائر، يعني قاطع، مفيش مجال خلاص. وعشان كده الانسان امتى يبدا ياخد قراره بالابتعاد او القرب، امتى ياخد قراره بالاقدام او انه يتراجع، امتى ياخد القرار ده؟ هل احنا متربيين اصلا على فكره اتخاذات القرارات، ولا احنا بنبقى رد فعل بس للشخص اللي قدامنا، بنبقى جزء من خطه انسان، منظومه في حياته، عسكري شطرنج في وسط القصه اللي هو ماشي فيها؟ لا، امتى تاخد قرار ان انت يكون ليك قراراتك الخاصه، ما تكونش جزء من قرارات شخص اخر؟ امتى نتعلم ده؟ طب لو احنا ما اتعلمناهوش واحنا صغيرين ينفع نتعلمه دلوقتي علشان يفيدنا بعدين؟ طب لو انا اكتشفت ان انا ما بعرفش اخد قرارات ينفع ده اتعلمه؟ ينفع دي حاجه تتم بالتعلم؟ كل ده هنعرفه النهارده من خلال حلقتنا بعنوان الحياه اختيار وقرار. تعالوا مع بعض النهارده نبدا حلقتنا فورا، هنطلع الفاصل قصير ونستعرض اخبارنا الموجوده معنا. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجنا برنامج شباب على الهوى، وحلقتنا النهاردة بنقول فيها الأخبار. وأخبارنا اللي موجودة معانا ولا نبدأ بيها يومنا هو خبر من الأخبار المميزة جدا، عنوانه بيقول فريقان من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس يفوزان في بطولة للبرمجة العالمية. الخبر بيقول أن استضافت مصر لأول مرة بطولة البرمجة العالمية بمحافظة الأقصر، وأحرز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس المركز الأول عربيا وإفريقيا في المسابقة. الخبر كمان بيقول اتقدمت إدارة الجامعة بالتهنئة لفريق الطلاب الفائز بالمركز الأول عربيا وإفريقيا وبالمركز 46 عالميا، وتقدمت إدارة الجامعة بالتهنئة للفريق الفائز بالمركز 121 عالميا. ومن الجدير بالذكر أن المسابقة بتمر بمراحل عديدة بدءا من المسابقات اللي بتتم على مستوى كل كلية زي مستوى جامعات مصر على المستوى العربي والإفريقي، عشان تنتهي بالمسابقة العالمية على مستوى جميع جامعات العالم المتأهلة للمسابقة. وبكده نكون وصلنا الخبر اللي موجود معانا النهارده، لكن حلقتنا لسه بتبتدي ولسه هنشوف الحياه اختيار وقرار، وده هنشوفه بدايه مع بعض من خلال هذا التقرير اللي هيكون موجود معانا بعنوان الشباب واهميه اتخاذ القرارات المصيريه في حياتهم. تعالوا مع بعض نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حلقتنا النهارده وبرنامجنا شباب على الهواء. أنصح الشباب ان هو يعني المصلحه ليهم ما يتاخروش عليها. الشاب لو شايف ان في حاجه او خطوه هيعملها يقدم فيها فيها مصلحه ليه او ان هي هتجيب نتيجه معاه او حتى لو هتكون تجربه في حياته يتعلم منها، ما يترددش ان هو ياخد الخطوه ديت، وكل حاجه احنا بنتعلمها بالتجارب. يعني والله ان هم ياخدوا قراراتهم وما يترددوش، الرياضه حلوه وطبعا هي صحيه،
وما يعني دايما الشباب ما يترددش في اي قرار يعني ياخده على طول. انا شايف ان هو ما يترددش في ياخد قرار مصيري، يعني لو جات له فرصه بره ياخد الخطوه ويروح يحترف بره، ممكن النقله دي تنقله في نقله تاني، ولو ما اتنقلش هو خد قرار لنفسه وان شاء الله الخطوه تكون احسن ليه. التردد من الشباب ولازم ياخدوا خطوه جريئه، الخطوه دي مش هتجيله مرتين، لازم ياخد الخطوه المصيريه دي في حياته. احب انصح الشباب ان محدش يتردد يا جماعه، الفرصه بتيجي مره واحده ولازم تغتنمها في اي حاجه في حياتك بقى، في جواز في سفر في شغل في اي قرار مصيري. دايما الانسان بيبقى خايف من الخطوه بتاعت بكره او المستقبل، بس نصيحتي ليك ما تترددش. رجعنا لكم مرة تاني وبرنامجنا برنامج شباب على الهواء، ويعني زي ما بيقولوا كده حلقتنا النهاردة عن يعني حلقتنا نار عن اختيار القرار. يلا قفي يا حكمت. الحقيقة اختيار القرار دي من الحاجات يعني زي ما قلت لكم حاجات نارية، يعني قرار يعني لما هتاخده هيفضل معاك طول العمر، هو بقى جزء منك، قرارك سواء كان بالسلب أو الإيجاب أنت تتحمل عواقبه لوحدك، محدش هيشيل معاك العواقب. فهتختاروا تبقى هتعمل ايه؟ القرارات العنترية بتبقى برضو قرارات عنترية وبتشيل برضو ايه؟ نتيجة اللي انت عملته. فعشان كده عايزين نرجع بقى للاول خالص، احنا في مجتمعاتنا تربينا ان احنا ناخد القرار في الوقت الصح، هل هم اصلا ربونا على اتخاذ القرار ولا لا؟ كل ده هنعرفه النهارده من خلال لقائنا مع ضيف حلقتنا النهارده استاذ محمد الصنباطي استشاري الموارد البشريه. انا بحبك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. تربينا على كده؟ مش كلنا يعني، برضو التعميم مش هيبقى مظبوط قوي، بس في جزء اتربى وفي جزء لا، يعني حسب البيئه او الطبقه الاجتماعيه اللي حضرتك بتبقى موجوده فيها والظروف الاجتماعيه اللي الاسره بتبقى موجوده او غالبا مش في كل المواقف كانوا مدين لنا مساحه الاختيار. يعني هو ممكن يا اما بيدوك حريه الاختيار ويسيبوا لك الطريق كله، يا اما لا بيبقوا ريستريكتد قوي قافلين الدنيا قوي عليكي. يعني اعتقد ما فيش طفل من الاطفال في الدنيا اخد قرار في ان هو ياخد المدرسه دي ولا دي، لا خالص. دي مش موجوده، دي قرارات تخص الكبار ما تخصش الصغير. بالعكس، انت ممكن تسالي الطفل وهو صغير انت نفسك تبقى ايه اما تكبر، وتفاجئي ان هو لا، انتوا بتبعدوه عن الحاجه اللي هو حابب ان هو يكون عنها. صحيح، دي جزء من الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، انت نفسك في ايه، عايز تبقى ايه، وفي الاخر ما بننميش او نطور الحاجه اللي هو عايزها، لا بنبدا نشوف احنا كنا عايزين نبقى ايه. صحيح، ونوجه طفلنا ان هو يحقق الحلم اللي احنا ما عرفناش نعمله. بلاش تقول لي كده دلوقتي عشان بعمل كده مع بنتي. طيب خلينا نبدا بقى ونخوض اكتر واكتر في اتخاذ القرار. القرارات دي الحقيقه يعني تحسيني كده سبت السكريبت وهتكلم بقى انا. يعني القرارات دي بتبقى مرتبطه بثلاث حاجات مهمه قوي، يعني زي ما يقول لك الايقونات اللي في حياتنا، الصداقه، اوكي، الشغل، العلاقات الشخصيه. تمام، من ارتباط بقى جواز وحب والحاجات دي كلها. الثلاث حاجات دول ازاي نقدر ان احنا نشكل، او امتى يبقى عندنا وقت مناسب، او اعرف ان ده الوقت المناسب ان انا اخد قرار في كذا، ان انا ابتعد عن الشخص ده، ان انا اقرب من الشخص ده؟ لان كتير جدا من الشباب بنشوف مشكلتهم، او يمكن كمان في الدراما والسينما وبنشوف التيمة او الموتيفة الاساسية هي ان ايه، ان اتأخر في اتخاذ القرار، فشاف حبيبته بيتجوز وما قدرش وفضل مستنيها. معظم الدراما ومعظم السينما قايمين على التركة دي. فامتى اتخذ هذا القرار، او امتى اعرف ان ده وقت مناسب لاتخاذ القرار؟ شوفي، اول ما تحسي انا لو اخذت من كلام حضرتك في الاول، اول ما تحسي او انا احس ان انا مش مرتاح للموضوع ده بقى، سواء كان صداقه كان شغل كان كذا، المفروض ان انا اقف مع نفسي وابدا ارتب انا ايه اللي انا عايزه او ايه اللي انا واصل له، هكسب ايه وهخسر ايه. بمعنى انا لو في صداقه الطرف الثاني عمال بيضغط عليا، عمال بيستنزفني ماديا وعاطفيا وكل حاجه، ايه اللي جابرني ان انا اكمل معاه؟ ما انا كده دلوقتي بدات تظهر المصطلحات اللي هي الريد فلاج والتوكسيك بيبل وكل الكلام ده. طب انتوا عارفين ان الشخص ده ضره اكتر من منافعه، ايه اللي يجبرني ان انا اكمل معايا في العلاقه دي، سواء صداقه زماله علاقه عاطفيه او اي حاجه. ونفس الموضوع ده في الشغل، يعني احنا ممكن تقولي انا بكمل في الشغل او مكمل في المكان ده عشان ما عنديش فرصه تانية. طب انت كنت فين الفتره اللي فاتت؟ المكان او الشخص ده ما بيبانش من مره، انت بتوصل لقرار ان زي مثلا محمد ده شخص توكسيك او المكان ده شخص ما ينفعش بيستنزفني في كل حاجه من عده مواقف.
كان يتعين عليك من اول مره حسيت فيها بعدم الارتياح. ما هو هنا بقى يجي الفاصل بقى اللي هو ايه اللي هو انا بقى متردد، ما انا لو اخدت وتسرعت في القرار ده انا ممكن ارجع اندم، فاستنى شويه عليه يمكن الشغل يتحسن، يمكن فلان في ظروف معينه فبيطلب مني وبيضغط علي، يمكن زوجي او خطيبي او اللي انا معاه في علاقه ما يعني ما اظهرش كل جوانبه الحلوه وهو مضغوط. الكلمه اللطيفه انا مضغوط. فدايما بيبقى في خوف من اتخاذ قرار في الوقت المناسب. يعني دايما ببقى خايف مش من حد، انا خايف من نفسي، خايف اكون اخذت القرار ده بدري في ظلمت اللي قدامي. وهنا بتيجي تظهر بقى الشخصيات السامة اللي هو يبدأ ان هو يعمل عليك اسقاط، وان انت السبب، وان انت اللي عملت، وانت اللي بدأت مش انا، انا كنت مستعدة استنى، وقصة كبيرة جدا. حلو. بصي حضرتك، انا بخاف اخد قرار علشان ثلاث حاجات. اول حاجة ان انا دايما في وضع مقارنة مع الغير، بمعنى انا بقارن امكانياتي البسيطه بنقاط قوه عند حد تاني، فبقول اذا كان ده بكل اللي عنده بكل امكانياته ما عرفش يحقق او ما عرفش يوصل، انا يا شخصي بسيط اللي امكانياتي كده هاخد القرار ده ممكن. فببدا دايما اقارن نقاط ضعفي بنقاط قوه حد تاني، فالمقارنه هتطلع لصالح الحد التاني. ده بقى تنشئه اجتماعيه ده بالظبط، اللي هو ليه ما تبقاش زي ابن خالتك. انا هو ظروفه ووضعه وشخصيته غير ظروفي ووضعي وشخصيتي، والاختلاف حلو. انا مش لازم اطلع كوبي من حد، ما انا لو طلعت نسخه من حد ده ما كلنا هنبقى نسخه مسوخ. احنا عايزين بالظبط كده، احنا عايزين نطلع متفردين في التفكير، حتى في طريقه التفكير. تاني حاجه ان انا بحط كلام الناس هو اللي بيوجهني. يعني دايما ايه، اصلا انا لو فسخت الخطوبه دلوقتي الناس هتقول عليا ايه، اصلا انا لو انفصلت الناس هتقول عليا ايه، ما يقولوا بالظبط. وكل واحد في الاخر هتلاقيه ان هو بيروح بيته. بس هو التفكير ده ما فيهوش انانيه؟ يعني اللي بيفكر بالتفكير ده ما يبقاش شخصيه انانيه مثلا؟ يعني واحد اتاذى مره واثنين وثلاثه فكر خلاص ان انا خلاص انا هفكر في نفسي المره الوحيده دي، هفكر فيها في نفسي واخد القرار الصعب قوي ده. الناس ما تبصروش بعد كده تقول لك ما انت ما فكرتش في فلان وفلان وفكرت تريح نفسك. بس انا لو فكرت في كلام الناس هظلم نفسي. صحيح. ازاي هبقى في علاقه سعيده لو احنا بنتكلم مثلا على الانفصال او الارتباط او حتى الصداقه، هبقى مبسوط وانا شايف ان انا الطرف الثاني بيأذيني. ما هو فقد الشيء لا يعطيه. صحيح. خلينا نتفق. يعني انا لو انا مع في العلاقه الثانيه الطرف الثاني عمال يدي علشان العلاقه تقوم ويدي علشان العلاقه تقوم، وانا اتعودت ان انا هاخد، ما تعودتش ان انا هدي، ففي الاخر الموضوع هيبقى اللي هو لا في حاجه غلط. هبدا ابص على حد بالظبط كده، هبدا ابص على طرف تاني يشبع لي الحاجه اللي مش موجوده عندي. نفس الفكره، الصديق اللي كل لما يحتاجني يقوم رافع سماعه ويقول لي تعالى انا عايزك، وانا لما اكلمه والله اصل انا مشغول. فين الانانيه في كده؟ انا لو ما كنتش انا مرتاح في العلاقه انا مش عارف اكمل فيها. بلاش المثاليه الزايده اللي الناس بتحب الصوره انها تبقى موجوده فيها دي، دي بتظلم البني ادم وبتخليه يبقى انسان يعني منهك نفسيا، فبالتالي ما بيعرفش يقدم حاجه، ما بيعرفش يدي حاجه. بتحسين ان هو يا رب اليوم يخلص والموضوع يخلص وادينا عايشين بنضيع وقت علشان حاجه. طب انت فين جوهرك؟ فين الحاجه اللي جواك؟ هتلاقي الموضوع مختلف تماما معاه، غير اللي هو لا انا بفكر في نفسي. دي مش انانيه، وانا لازم زي ما بفكر في اللي قدامي، ان اللي بدنك عليك حق وان نفسك عليك حق، ان انت لازم تفكر في نفسك. ما في الاخر انت لازم تطور من نفسك عشان اللي قدامك، لازم يبقى عندك استعداد تدي علشان اللي قدامك يدي لك، يبقى في تبادل الموضوع ده. لكن لو طرف واحد باظ في الموضوع او تعود على حاجه معينه العلاقه لن تستقيم. وطبقي ده بقى في الصداقه، في الشغل، في كل حاجه. في الشغل حلو قوي. تعالوا ننتقل لنقطه الشغل، وهي ان انا لما باخد قرار ان انا اول ما بتخرج ببقى مبسوط و و و جات لك شغلانه، اي شغلانه يا سيدي، ابدا باي شغلانه، فرايح للشغلانه مش حاببها، او شغلانه لانه فرحان بيها لان هي مجرد شغلانه وانا بنتقل من مرحله لمرحله تانية وهكسب فلوس و و و، بتيجي لقطات كده اللي هو ايه، انا مش مرتاح في الشغل زي العلاقات كده. فهل اتخاذ القرار في الوقت ده بيبقى لو هو عاوز يسيب المكانه اللي هو فيها، هل بيبقى اتخاذ القرار هنا في ظلم لنفسه؟ شوفي، في الشغل بس في حاله خاصه شويه. ايه هي؟ انا دلوقتي اشتغلت او اتخرجت وعايز ابدا الشغل بتاعي، فجت لي فرصه معينه لحد ما اعرف مثلا موقفي من التجنيد اخد منها خبره احتكاك، اشوف متطلبات سوق العمل، ابدا ازود الخبرات والمهارات اللي انا عايزها. طيب انا حسيت ان لا، انا بعد ما خلصت الارتباطات انا عايز اثبت في حاجه او ابدا اشتغل في حاجه،
ودخلت الحاجه دي، مع الوقت حسيت ان لا مش هو ده اللي انا عايزه، ايه اللي يمنع ان انا اعمل كارير شيفت؟ ايوه طالما انا عندي البديل. طب هو ينفع بدل الشيفت كارير ان احنا يبقى اتنين بارلل مع بعض؟ يعني لسه كنت بتكلم مع مدام حنان معدة البرنامج، يعني بقولها ان في حد ممكن يبقى شغال في مهنه مرموقه جدا بس بيحب يعمل حاجه تانية مثلا في اتجاه مغاير، يعني مثلا يكون معلم او دكتور او مهندس ومثلا بيحب الموسيقى، حلو، بيحب الرسم، بيحب واشتغل ده في ده واشتغل ده وده، هل ده بيبقى فيه مشكله برضو في اتخاذ هذا؟ كنفسي بقى اللي هي الحته اللي انا عشان اعرف ادي في الوظيفه، انا عملت حاجه اللي هي الفريلانسنج اللي موجوده دلوقتي. انا بشتغل منها اللي انا بنمي واطور مهاراتي، المرموقه دي هي اللي بتجيب الفلوس ودي اللي بتجيب لي الفن او اللي هي بتشبعني انا من جوايا كده، الهوايه بتاعتي انا بعملها. هتلاقي مع الوقت ان ده بيأثر على ده، يعني مثلا حضرتك هتلاقي لو انت شخصيه اجتماعيه وبتتكلمي مع الناس والبابليك سبيكنج الكلام ده كله، تلاقي ان ده بينعكس عليك في الجو الوظيفه المرموقه اللي هو لا طب ما ليه ما اعملش ده هنا، ما هي كلها انا بتعامل مع اشخاص، حتى انماط التفكير المختلفه هتلاقي ان انت بتتعاملي معاها. فنطبق ده على جو الشغل شويه، الاثنين هياخدوا من بعض، بس ايه المشكله اللي انا اعمل كده طالما هقدر اعمل البالانس بين الاثنين، لا ده يجي على ده ولا ده ياثر على ده. طب وفي لقطه بقى ان احنا نسيب حاجه ونروح لحاجه ثانيه، هل البديل وظيفة عندي مصدر دخل ثابت؟ ما ينفعش اللي انا هقول اللي انا هسيبها وهبدا اضغطي نفقاتي كمان بالظبط كده، ما ينفعش اللي انا اسيبها واقول لا خلاص بقى انا مش مرتاح فيها طب انا هبدا اشوف تاني. طب ما تشوف، يعني استغل الوقت اللي انت موجود وابدا تابع. دلوقتي السوشيال ميديا والانترنت والحاجات دي كلها وفرها لك ان انت تعمل دون بدون ما تاثر على الموضوع، علشان ما ترجعش تاخد قرار اللي انت تسيب وتندم. انت ممكن تنزل لحاجه اقل شويه تكون سبب انطلاقه اقوى لقدام، بمعنى ان دايما بيقولوا لك ايه، في مثل صيني بيقول ان السهم لما بيرجع لورا بيكون ده سبب في انطلاقه بقوه لقدام. فهي نفس الفكره، انت ممكن تتنازل عن حاجات بسيطه، بس ما تقوليش اللي انا شغال في وظيفه هسيبها اقعد في البيت علشان ادور على حاجه ثانيه. لازم تبقى عامل حسابك ان انت انا لو ده خلاص هسيبه ايه البديل اللي موجود، والبديل يكون موجود مش ان انا اخد وقت في التفكير. صحيح، فهي عمليه توازن بس بين بيكون دي بدائل. حلو، والبدائل دي هل بتكون ليها فرصة ان هي تدرس وتتحلل يعني الواحد اخذ مثلا قرار مثلا انه ينفصل عن واحدة او العكس، هل في بدائل للانفصال؟ يعني هل مثلا في بدائل لانه او البدائل دي مثلا ممكن تدرس يعيشوا مع بعض كده، ولكن اللي هو الجديد اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي، يعني البدائل دي هل ينفع انها تدرس والقرار نفسه ينفع ان هو يدرس؟ شوفي انا علشان اوصل لقرار معين لازم ابقى دارس ايه التبعيات بتاعه القرار ده وايه البدائل اللي موجوده. يعني انا لو اخدت مثلا قرار اللي انا هسيب الشغل او اللي انا هنفصل في علاقه عاطفيه او كده، ايه التبعيات اللي موجوده وابدا احلل التبعيات دي. الناس بتفكر ان مثلا لما اقول لك اعمل شجره القرار او الديسيجن تري ده واقسم ايه المكاسب والخسائر من الموضوع ده كلام انش، بس انت لو قعدت تفضي دماغك في ورقه وتقرا الكلام ده مره واثنين وثلاثه هتلاقي تفكيرك اختلف. صحيح، الورقه والقلم ما بيكدبوش، ليهم اثر مختلف. حتى والله اسال كده، انا سكريبت بورقه وقلم عندي احسن 100 مره من ان انا اقعد اقراه او حد يحكيه لي. الورقه والقلم بتطلع حاجات تانية خالص. بالظبط، بتفتح المدارك. ايوه حلو كده. طيب انا وصلت ان انا التبعيات دي انا بالنسبه لي اكسبتد، مقبوله ان انا لو اخدت قرار ان انا موافق على التبعيات. طيب ايه البدائل؟ انا دارس البدائل اللي موجوده، هل اخدت قرار مثلا لو احنا قلنا ان انا اروح للاستشاري او كذا او كذا او كذا، هل ان انا اخدت الخطوات دي وما ينفعش؟ ما كل دي يعني انت ماشيه في طريق بتقابلك محطات، هل انا عديت على المحطات ده فوصلت ان هو فعلا القرار النهائي ده، ولا مجرد ان هو في لحظه غضب انا خلاص انا هسيب المكان حصل مشكله دي؟ ايوه اللي هي القرارات العنتريه بالظبط، الانفعاليه اللي بتطلع مره واحده في لحظه غضب. دايما بنقول ان انت لما تيجي تاخد قرار ما تاخدش قرار وانت متضايق ولا وانت مبسوط قوي، لا انت متضايق قوي ولا انت مبسوط قوي، علشان ساعتها الدنيا يا بتبقى قافله يا بتبقى فاتحه بزياده فوق امكانياتك. الدوبامين بيبقى معلي خالص، هيودينا مش تمام يعني، هيكلفنا كتير. بالظبط كده، فبالتالي اللي هو لا يعني حتى لما تتعرض لموقف ما تردش، ما اتقل دقيقه
استنى شويه ايه ده، هتلاقي ان انت كل الكلام اللي في دماغك اتغير 180 درجه، بقيت رايح في حته تانية خالص. يعني انا اختي مثلا رانيا دايما تقول لي ايه، تقول لي 5 minutes يعني لو ايه والله يا بنتي ردي عليا انا مش عارف ايه، يعني انا انفعاليه شويه، تقول لي 5 minutes، وتلاقي ال 5 مينت دول مثلا ربع ساعه نص ساعه يعني كل ده 5 مينت ليه؟ علشان تبدا ان هي تجيب كلام وتفكر ففي شخصيات كده وفي شخصيات كده، في شخصيات انفعاليه ومنطلقه وفي شخصيات بتاخد الكلام براحه. في شخصيات انفعاليه بنقابلها كلنا في الحياه يعني. طبعا قابلتها شرف ليا ان انا ابقى مع حضرتك. في شخصيات انفعاليه بتاخد قرارات، بس لما هتيجي تلاقي الشخصيات الانفعاليه بعيده عن حضرتك طبعا، تلاقي ان هي بتقول يا ريتني ما كنتش قلت الكلمه دي، يا ريتني اتصرفت بطريقه مختلفه، بس يا ريتني هنا بتكلفني كتير. صحيح، التفكير او اللي انا اخدت القرار بسرعه وانفعلت ورديت خلاني الكوست بتاعتي بقت على، او التكلفه بتاعه الموضوع ده اكبر من ان انا الفايف مينتس بتاعت اخت حضرتك. في ناس بتبقى عندها مش كده، يعني انا بكلمك يعني مثلا بشكل يعني مختلف شويه، ان في شخصيات بتبقى انا انفعاليه بس مع الزمن بدات ان انا افكر واخد قراري بهدوء، بس في نفس الوقت اللي قدامي ضايقني قوي فاخدت قرار يضايقه قوي وهيكلفني، فانا عارفه يعني اللي هو عنيده، فمثلا الشخص ده عارف ان انا القرار اللي انا اخدته هيكلفني وهعمله علشان اضايق اللي قدامي. مين اللي دفع التكلفه في الاخر؟ الاثنين. مين اللي ضرر وقع عليه في الاخر؟ انا اللي اتضايقت. صحيح، هو الطرف الثاني ممكن زي مثلا لا طب انا ضايقت واتضايقت بالظبط، طب انا ليه، انا ليه اخد قرار علشان اضايق حد ثاني؟ ما هو انا اللي هدفع التكلفه، سواء كان حتى لو تكلفه بسيطه او جسمك هيعترض على القرار اللي انت عملته. لو اديت لنفسي 5 مينت كنت ممكن ما اتضايقش. بالظبط كده. أيوة. ماشي، وتضايقيه يعني برضو يعني عشان برضو يعني تاخدي قرار، لا اوبشن ان احنا نضايقه موجود بس ما يطلعش على حساب نفسي او ما يحصل على حساب صحتي. صحيح. ما يبقاش انا جزء في ان انا بدفع الفاتوره. الانفعاليه اللي حضرتك بتتكلمي عليها في المواقف دي بتيجي منين؟ من ان انا الكوبايه بتبقى مليانه. اللي هو خلاص بقى موقف مع التاني مع التالت، فوصلت خلاص للاخر، فاي حد هيقول لي صباح الخير، لا مفيش صباح الخير، انت كمان بتقول لي صباح الخير، فابدا اطلع فيه الحاجه، فاللي هو تلاقي حتى القشه التي قصمت ظهر البعير، اللي هو انا انفعلت والموقف لو حضرتك مش مستاهل، مش مستاهل. صحيح، بس ده نتيجه تراكمات موجوده، اللي هو خلاص بقى انت ونصيبك، انت اللي جيت في وشي فانت اللي هتاخد الطبع دي كلها. الحل للشخصيات دي ازاي؟ ياخدوا قرار باستعدال حياتهم ازاي؟ شوف كلمه استعدال دي ما بتتقالش غير على الحاجات اللي بتبقى من الحديد. استعدال يعني فيها قوة رهيبة علشان نقدر نستعدلها ترجع للشكل الطبيعي بتاعها. الشخصيات اللي بتواجه قسوة من الحياة وقراراتهم بتبقى يعني بتنطبع عليها هذه القسوة، كل القرارات اللي بياخدوها بعد المواقف اللي شافوها بتبقى قرارات قاسية، بتبقى قرارات ليس بها رجعة، اللي هو خلاص انا فقدت اشياء كثيره، ف ما عنديش استعداد. لا مش ما عنديش استعداد، مش فارق معايا اخسر حاجه تاني. حلو، فالناس دي ازاي يتم استعدالها مره اخرى؟ شوفي يعني ممكن الناس تستغرب الكلام، بس الناس دي اكتر ناس بتبقى محتاجه حد يحتويها ويطبطب عليها. صحيح. حلو، يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا لو الدنيا عماله تديني مقصات زي ما بيقولوا واخرج من حفره اقع في حفره تانية وكذا وكذا، فهبقى حذر قوي. ومن هنا طلع المثل الهجومي، اللي بيبقى حذر بيبقى هجومي على طول، ما اللي هو اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبق، مع ان دي شوربه ودي زبق ما لهمش علاقه ببعض، بس خلاص انا بقيت بقى ايه هاخد بالي من كل حاجه انا بتعامل معاها. هنا انا بظلم نفسي، ما انا برضو يعني ربنا حطني في الموقف ده علشان هتعلم منه حاجه، علشان اما ادخل في موقف تاني لا هيبقى عندي خبره، حتى هتلاقي قرارك اللي انت بتاخديه اقل حده واهدى كده، واللي هو لا انا اتعلمت. فانت لازم تبقى عارف ان ربنا مش هيحطك في موقف الا وهو يعني لو بصينا عليها من المنظور الديني هنقول ان هي مرحله اعداد لهذا الشخص الطيب قوي علشان ربنا يعده لمواجهه هذه المواقف اللي لو كان بفطرته عليها لن يستطيع مواجهة. واستجابة لدعوتك ان يا رب هيئ لي الخير. الناس بتفكر ان انا لو حصل لي الدروب دون ان ده شر، لا ما يمكن ربنا فداك بحاجة اكبر. صحيح. او خسارة اكبر من اللي انت اتحققت لها او اللي وقعت عليك. حتى في المنظور الاجتماعي يا جماعة، يعني مثلا انفصلت خلاص، ما ربنا هيعوضك، او شايف ان انت لا انا لو اخدت منك الحاجة دي
لا انت مرتاح نفسيا وباين عليك ان انت اهدى وكل الكلام ربنا ده. ما بيعملش حاجه وحشه بالظبط كده. ربنا يعني كل اختياراته حلوه يعني بالزبط. وكل القرارات اللي بتحصل واللي بنتخذها واللي بتتم في حياتنا هي بتبقى بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. يعني يمكن النهارده حلقتنا من الحلقات المميزه جدا، اتكلمنا فيها عن الحقيقه اختيار وقرار، ولكن برضو القرارات دي بتبقى راجع ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيبقى مسخرها لينا واحنا اللي بنبقى ماشيين على خطى ربنا. يعني احنا يعني مسيرين وليس مخيرين، والفكره كلها يعني ان احنا بس يكون عندنا شويه ايمان وصبر وجلد على ما نواجهه بالحياه. بشكر حضرتك جدا 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 استاذ محمد الصنباطي استشاري الموارد البشريه، نورتني وشرفتني النهارده. وبشكر طبعا كل مشاهدينا اللي تابعونا في حلقتنا النهارده من برنامجنا برنامج شباب على الهواء. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات المقبله.